صباح التفاؤل، صباح الامل. النهارده هنقدم حاجه مهمه جدا كل الناس بتهملها، وهي عنصر المرونه. يعني ايه مرونه؟ ان العضله تبقى عندها مرونه. طب ايه اهميه العنصر ده؟ ده عنصر من عناصر اللياقه البدنيه. يعني عشان اقوي الفتنس بتاعي او اللياقه البدنيه بتاعتي، لازم يكون العنصر ده عندي كويس جدا وبهتم بيه، لان انا كل ما بقطع في الالياف العضليه او بعمل تمرين العضلات او بسيب العضلات لمده طويله من السواقه، من الارهاق، من المكتب، من قعده، بيحصل لي تيبس في بعض العضلات، فبتاخد الكيرف بتاع المفصل كركبه ككتف ككوع. لما العضله بتقصر بتحرك الاربطه وبتاثر على اربطه واربطه لا. فانا مهم بالنسبه لي قوي ان انا قوي عنصر مرونه. طيب امتى اشتغل على مرونه متحركه؟ عشان في حاجه اسمها استاتيك، في حاجه اسمها دايناميك، اللي هو اعمل مرونه من الحركه واعمل مرونه من الثبات. قبل التمرين دايما بعمل مرونه من الحركه. زي لو هعمل مرونه للخلفيه من الحركه كده، انا بزود نسبه الاطاله او المرونه بتاعت العضله الخلفيه. طيب لو انا عايز اعملها من الثبات دي مثلا كده، طب هنعمل الاول قبل التلهيه قبل التمرين من الحركه، هناخد كل الحركات الاول من الحركه وبعد كده نعمل من الثبات. كده مثلا زي ما قلنا الخلفيه يمين وشمال، وممكن اشتغل رجل ورجل عشان اقوي الاثنين مع بعض. كده الاثنين مع بعض، انزل تحت لعلي المرونه عن طريق الثبات لعضله الحوض اللي هي الضمه اللي من جوه. تمام، كل ده مرونه. كده الشست بعلي المرونه بتاعته او بعمل له اطاله عن طريق الحركه. كده الكتف الامامي دايما بعمل عكس اتجاه الحركه، عكس اتجاه المقاومه، اطاله. دي بالنسبه لبعض العضلات اللي بعمل لها مرونه عن طريق الحركه، اللي بعض الناس بتسميه سويدي. هنبتدي نعمل بقى المرونه من طريق الثبات بس واحنا قاعدين، عشان يبقى امان الناس الكبيره او اللي ما عندهمش ثبات ان هم يثبتوا او توازن في الارض. ناخد رجل رجل كده، انا بعمل مرونه من الثبات بالسمانه او الكالفز. عايز اعلي اللوا خلاص، عايز اعمل الخلفيه اقرب جسمي لقدام، ركبتي ما تتفردش على الاخر، سوفت. خلصت رجلي اليمين اخش رجلي الشمال نفس الاداء، واثبت 20 ثانيه. كده انا عملت كالف، كده اشد جسمي خلفيه، ركبتي ما تتفردش على الاخر. عايز اعمل الحوض او للضمه، خلي كعب رجليا في كعب رجليا، شد رجلي، اخد نفس جامد، اطلع كوعي لبره. كده بعمل اطاله لعضله الضمه. عايز اعمل العضله الخارجيه اللي هي الاليا اللي من ورا، بس الرجل الثانيه، كعب في ركبه، كوع عكسي، وانزل. خلصت يمين اعمل شمال. عايز اعمل اطاله الاماميه عشان ارجع مفصل الركبه يبقى كويس ويستحمل اشيل اوزان تاني وارجع العضله للمدى الطبيعي بتاعها. لازم ركبتي ترجع لورا ورجلي لتحت ومتنيه. اريح رقبتي واثبت 20 ثانيه. اعكس الرجل الثانيه، بمسك من عند الرباط. عايز اعمل اطاله للعضله اللي قدام هنا، لازم استخدم اكسجين كتير قوي. كده انا بعمل اطاله هنا، هعكس الرجل الثانيه. عايز اعمل اطاله عضلتين مع بعض وانا بعمل دي، بعمل اطاله للتشست، ازق دراعاتي لورا. خلصت، اطلع بقى لفوق اعمل اطاله للكتف الامامي. كده انا باخد عضلات جسمي كلها ازاي اعملها اطاله. كتف خلفي، تاني خلفي،
جانبي بثبت 20 ثانية ترايسبس اللي هي العضلة اللي ورا هنا أعكس بايسبس حاجة مهمة جدا بقى النك اللي هي الرقبة ستريتش ودي ركز فيها قوي ان انا لما اخلص الجنب اليمين ما ينفعش ارجع تاني الجنب الشمال الراحة هنزل بالراحة اريح ايدي جنبي وارجع عايز ازود الاطالة ايدي التانية هزق لتحت هنزل ايديا الاتنين وازق لقدام عايز اعمل الباك ستريتش للسايد جناب ما ينفعش ارجع مره واحده للجنب التاني عشان العمود الفقري ما يحصلش اصابه اثبت في النص واخد نفس الجنب التاني نفس الكلام اخد نفس وكده يبقى عملنا اطاله لكل عضلات جسمنا مهمه جدا ومفيده جدا عشان ترجع المفصل للمستوى الطبيعي بتاعه والعضلات ما تاثرش على الاربطه اللي جوه مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.